كل النظم الديمقراطية تؤمن بوجود الهيئات والنقابات والمنظمات التي تعمل على تنظيم وتحشيد الجماهير بشكل بعيد عن السياسة وعن التحزب السياسي. حقيقة ما نراه في العراق مختلف بعض الشيء من خلال تدخل بعض القوى والأحزاب والهيئات السياسية في عمل المنظمات في العراق. أخي العزيز، حقيقة حتى الاتحادات والنقابات في الآونة الأخيرة وفي السنين الأخيرة لاحظنا أنه السياسيين والطبقة السياسية تحاول أن تجعل من هذه النقابات والاتحادات في مجال المحاصصة أيضا، هذه النقابة لك وهذه النقابة لي، وهذا الاتحاد لك وهذا الاتحاد لي. المنظمات هي ينطلق عليها منظمات إنسانية حقيقة، مو من الممكن أنه تتحول إلى مشروع سياسي. وإحنا نباوع تجربة حقيقية اليوم كل أبناء شعبنا من خلال شاشتكم شايفيها، أنه وقت الانتخابات نشوف أنه السياسة شلون تلعب دور بعمل منظمات. إحنا بالنسبة لنا نتمنى أنه يبتعد عمل منظمات عن الشخصيات أو العمل السياسي، حتى تكون رسالة سامية اليوم نقدر نوصلها من خلال مساعدات، من خلال كل شيء. أهلا بكم في حصاد الأيام. تعتبر النقابات والمنظمات المهنية في العراق من أهم الأدوات التي تساعد على تنظيم شؤون العاملين والدفاع عن حقوقهم، ومع ذلك يواجه العمل النقابي تحديات كبيرة نتيجة للتدخلات السياسية. هذه التدخلات تؤثر بشكل مباشر على استقلالية النقابات وقدرتها على أداء دورها بفاعلية. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الكثيرون عن مدى تأثير التدخلات السياسية على العمل النقابي والمنظمات المهنية في العراق، وكيف يمكن للنقابات أن تحافظ على استقلاليتها وتدافع عن حقوق أعضائها في ظل هذه الظروف. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن يشاركنا في حوار الملف الأول من حصاد الأيام المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي الأستاذ حيدر مجيد. أهلا وسهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بحضراتكم، كل عام وأنتم والجميع وسيدات والسادة مشاهدي الأيام والشعب العراقي بألف خير. أهلا بحضرتك أستاذ حيدر. بداية، كيف اختلف العمل النقابي بالسنوات الأخيرة بالعراق؟ وأيضا نتساءل شنو دور، شنو الصلاحيات، شنو قدرة النقابات إذا تم تقسيمها بالمحاصصة للأحزاب، شنو فعاليتها البقت؟ النقابات بالعراق تخضع إلى قوانين، كل نقابة هي لديها قانون خاص بها وتعمل. في الفترة الأخيرة أيضا كان هنالك توجه من الحكومة للاهتمام بهذه النقابات، وكان هنالك مجلس للنقابات باجتماعات دورية أما برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء أو السيد الأمين العام مجلس الوزراء لمناقشة خطة عمل هذه النقابات بالتوازي مع الخطة الحكومية أو مؤسسات الدولة العراقية. نعم. ومناقشة خطواتها المستقبلية وإصدار بعض التوصيات، وبالتأكيد كان هنالك دعم من الحكومة إلى هذه النقابات. يعني آخر ما صدر عن الحكومة فيما يخص نقابة المحامين كان هنالك دعم استثنائي بناء على ما تم تقديمه من قبل نقابة المحامين، قدمت ورقة عمل إلى المجلس. كان هنالك بعض التحديات التي يواجهها المحامون أثناء مراجعاتهم
المؤسسات الدولة أو المحاكم، فالحكومة أصدرت بعض التسهيلات الخاصة بالمحامين لتسهيل أمورهم ووصولهم إلى مؤسسات الدولة للترافع عن المواطنين الذين وكلوهم بقضاياهم. نعم. في مؤسسات الدولة وبقية النقابات أيضا يكون، لكن إحنا عندما نتحدث عن منظمات هنالك دائرة الشق الآخر اللي هو دائرة المنظمات غير الحكومية، وهي إحدى تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على وفق القانون رقم 12 لسنة 2010. هذه الدائرة هي تدير عمل المنظمات غير الحكومية في العراق. سابقا قبل أن تؤسس هذه الدائرة وتدرج منظمات غير الحكومية بقانون، كان هنالك فرق للعمل التطوعي، يعني ما بين سنة 2003 إلى حد صدور القانون. هذه الفرق التطوعية أسهمت إلى حد كبير بدعم المواطن في كل المجالات، لكن بعد أن تم تنظيم هذا القانون، هذا القانون هو تعمل تحت مظلته كل المنظمات المرخصة من دائرة المنظمات غير الحكومية لغاية الآن بحدود 6182 منظمة غير حكومية مسجلة رسميا، منحت الوثائق 181 منها هي فرع لمنظمة أجنبية وبقيتها هي كلها محلية. هذه المنظمات بالتأكيد الحكومة العراقية داعمة وشريكة مع المنظمات غير الحكومية. شنو دورها الفاعل؟ شنو عملها المختصة بهذه المنظمات؟ العمل بالتوازي، الحكومة ومؤسسات الدولة تعول على عمل المنظمات المجتمع المدني في كل دول العالم. عندما تتعرض هنالك دعم لهذه المنظمات، عندما تعرض البلد إلى أزمات، حملات وطنية، كوارث لا سامح الله كما حدث في مسألة جائحة كورونا. نعم. وهذه المنظمات بالتأكيد هي تعمل على وفق تخصصات بحسب تسجيلها في دائرة المنظمات غير الحكومية. هنالك منظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان، منظمات في مجال الرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منظمات في المستوى القانوني أيضا في حماية البيئة بمشتقاتها، طبعا بيئة الطاقة والزراعة والري، أيضا الخدمات الإنسانية، الخدمات الطبية والصحية. أكثر المنظمات هي عملت في مجالات الإنسانية، لكن في حال حدوث الكوارث، تحدث عن جائحة كورونا، كل المنظمات حتى التي لا تختص بالمجالات الإنسانية والصحية والطبية هي اشتركت بهذه الحملة. يعني بحدود يعني أكثر من 2000 منظمة اشتركت في دعم كل مؤسسات الدولة والمواطنين، ووصلت إلى القرى والأرياف بإيصال المساعدات الغذائية، المعونات، جهزت مؤسسات الدولة الصحية بالأجهزة الطبية والأدوية والعلاجات، وأسهمت في الحل في مساعدة الشعب العراقي بالتخلص من هذه الجائحة. أيضا كان هنالك حملة وطنية كبيرة بأثناء الحرب التي كانت مع عصابات داعش الإرهابية في المناطق الخمسة التي كانت تسيطر عليها هذه العصابات، أسهمت منظمات غير المحلية إلى حد كبير بتقديم المعونة والمساعدات قبل وأثناء وبعد عملية التحرير، توزيع المعونات، تأهيل المنازل، إطلاق حملات توعية، ورش عمل. أيضا دائرة منظمات غير الحكومية كانت سباقة في بحدود يعني السنة الماضية ولحد الآن، أسهمت بتنظيم بحدود 190 ورشة عمل لكل المؤسسات. أيضا الحكومة تعول على المنظمات غير الحكومية في مجال إشراكها بتشريع القوانين الصادرة من مجلس النواب، حيث هنالك 23 منظمة منحت صفة استشارية في المجلس الاقتصادي لدى الأمم المتحدة تعمل على الشراكة مع المؤسسات الرسمية في تشريع القوانين. أيضا هنالك تسهيل دخول المنظمات المواطنين، عفوا الأعضاء المنظمات الدولية إلى العراق بمنحهم سمات الدخول بحدود 850 سمة دخول لغاية الآن تم تأشيرها ومنحها وتسهيل دخولهم. إضافة إلى بحدود 23,000 عملية تسهيل حركة سير المنظمات سواء كانت محلية أو أجنبية داخل بغداد والمحافظات بالتنقل في حملاتهم الإنسانية. نعم، تحدثت عن 6182 منظمة غير حكومية، بالتالي هذه الأرقام هي المنظمات المسجلة. شنو تدعم الحكومة هذه المنظمات بأي الطرق، أي المجالات؟ وأيضا أسألك، أكو منظمات غير حكومية ما مسجلة أو ممكن تمارس عملها بشكل غير رسمي موجودة بالشارع العراقي اليوم؟ المنظمات الرسمية المسجلة اللي ذكرناها 6180 هي التي تمنح شهادة
من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيها الصفة القانونية لمزاولة وممارسة عملها ومهامها بحسب التخصص اللي قدمته أثناء تسجيل المنظمة. أما أي منظمة تعمل بدون منحها هاي الوثيقة هي تعتبر غير مسجلة رسمية وستقاضى من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في حال انتحلت صفة. هنالك فرق تطوعية نعم تعمل هذه الفرق تحت مسمى فريق تطوعي، أما منظمة غير محلية فهي فقط التي تمنح. طبعا هنالك أيضا اتخذت دائرة المنظمات غير الحكومية إجراءات الكثير من حالات النصب والاحتيال شاهدناها بالشارع العراقي. نعم بالتأكيد فرق تطوعية شباب يدعون أنهم منظمة ويجمعون الأموال هذه طريقة تذهب الأموال هذه الطريقة مخصص. عالجتها دائرة المنظمات غير الحكومية يعني طريقة الاستجداء يتجولون المنازل أو المحال التجارية لطلب الأموال. بالمناسبة حتى المنظمات غير الحكومية المسجلة رسميا هي غير مسموح لها بجمع الأموال بهذه الطريقة. هنالك طرق قانونية رسمية لجلب الأموال سواء من منظمات محل دولية بالشراكة معها أو من قبل متبرعين وتجار، وهذه كلها توثق بقوائم. شلون يميز المواطن انه هذه منظمه رسميه بالتالي يقدر ممكن يساعد او يساهم بايصالها للاموال؟ يعني انا اذكر في واحده من الحالات احد الزملاء قبل اسبوع تحدث لي انه بعض الشباب دقوا الباب عليه ولابسين لبس وكانه منظمه وطلبوا انه جمع اموال وشارين وصولات، فبما انه هو زميل احد موظفينه فطالبهم قال لهم شنو اسم منظمتكم انطوني الهويه المسجله. نعم. فغادروا المكان. اكيد يعني اكتشف انه هؤلاء هم غير رسميون، لانه بالتاكيد احنا انا ذكرت قبل قليل حتى المنظمه المسجله رسميا ما لها حق تفتر على منازل المواطنين وتطرق الابواب وتجمع الاموال بطريقه الاستجداء. حتى المنظمات اللي حدث انه تصرفت هذه التصرفات كان هنالك اجراءات قانونيه من قبل الامانه. كيف يتعامل القانون مع هؤلاء؟ هل هناك محاسبه قانونيه فعليه لمن نعم يتخذون هذه الطرق؟ نعم بالتاكيد هنالك محاسبه قانونيه. القضاء ياخذ دوره. دائره المنظمات غير الحكوميه في الامانه العامه لمجلس الوزراء توجه الانذار طبعا حسب طبيعه المخالفه. نعم. قد يكون الاجراء الاول هو سحب الشهاده ومنع مزاولة هذه المنظمه لمهنتها، أو ابتداء سيكون هنالك انذار ومن ثم انذار آخر وترفع دعوة والقضاء يأخذ دورة. طبعا بالتأكيد هنالك ست منظمات تم حلها بموجب القضاء بقرارات قضائية. طبعا حل المنظمة بسبب مخالفتها للقواعد والسلوك ومخالفتها لما للائحة قانون المنظمات غير الحكومية، هذه واحدة من هذه الأسباب. موضوع حل المنظمة بشقين، أما أن يتم حلها بقرار من مجلس الإدارة يتم اتخاذه ويتم إبلاغ دائرة المنظمات غير الحكومية بعد 30 يوم، أو بقرار قضائي، وهذه الست منظمات اللي حلت في العراق هي بقرارات قضائية لمخالفتها. وأيضا هنالك منظمات تعرضت إلى المحاسبة والمساءلة القانونية بسبب بعض المخالفات البسيطة التي تستوجب أن تقدم إليها انذارات. هنالك رقابة، هنالك تقارير مالية دورية تقدم إلى دائرة المنظمات غير الحكومية، هنالك لجان مشتركة بالتأكيد للسيطرة على هذه خوفا من عمليات تمويل الإرهاب، خوفا من عمليات الأموال الكسب غير المشروع. تعرف حضرتك أيضا دائرة المنظمات غير الحكومية ممثلة بمديرها العام في اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، وأيضا في المجلس الخاص مجلس مكافحة تهريب الأموال وتمويل الإرهاب. هذا بالتأكيد واحد من أهم مهمات دائرة منظمات غير حكومية للسيطرة على الأموال التي تستلمها المنظمات من المنظمات الدولية أو من المتبرعين من داخل العراق. جيد. بما أنه هذه المنظمات غير حكومية وبالتالي ممنوع أنه تجمع الأموال من الناس بهذه الطريقة، بالتالي تحتاج إلى مصدر لتمويلها حتى تعمل وتستمر وتعرف يعني هي وقت حاجتها في الأزمات. زين، صاحب المنظمة ما معقول يصرف من جيبه على هذه المنظمة، وإيش قد يريد يصرف؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ بالتالي الدعم أكو دعم حكومي لهذه المنظمات أو دعم من جهات أخرى؟ شلون تقدر تستمر بمزاولة أعمالها؟ ابتداء نحن نقسم المهمات المنظمات. مرة المنظمة تقدم مقترح وهي تبادر في تقديم برامجها
مرة أخرى هي تتابع القرارات الحكومية وتتطوع للشراكة مع الحكومة في هذا الموضوع، ومرة الحكومة تطلب من المنظمات الدعم. فيما يخص موضوع التمويل، بالتأكيد هنالك شروط بحسب القانون الخاص بإدارة المنظمات غير الحكومية، أن التمويل يكون إما عن طريق منظمة دولية تكون تعمل بشراكة مع هذه المنظمة وتمولها بالأموال بالطرق الرسمية المعتمدة داخل العراق بحسب القانون العراقي بموجب وصولات وقوائم رسمية، وحتى عملية صرف هذه الأموال الواردة تخضع إلى قوائم ووصولات وتدقيق من قبل. إذن منين جبت الفلوس وين صرفتها، كل هذه راح تتابع من قبل اللجان الخاصة القانونية والفنية والمالية في إدارة منظمات غير الحكومية أو من المتبرعين من داخل العراق. هنالك عدد من التجار والميسورين يتبرعون إلى هذه المنظمات، أيضا هذه توثق حتى لا تؤاخذ هذه المنظمة بطريقة جلب الأموال بالطريقة الغير المشروعة. أكو بعض الامتيازات تمنح لأصحاب المنظمات القائمين على هذه المنظمات، يعني أنا مرة عن طريق الصدفة أنه أعرف شخص عنده منظمة في أيام العيد يروح يساعد كم عائلة فقيرة أمام الكاميرا طبعا، بالتالي لما سألت قالوا هذا صاحب قراجات وبالتالي يحصل بعض الامتيازات من خلال هذه المنظمة حتى تبقى قراجاته مستمرة. وبالتالي أردت أتساءل عن أكو امتيازات تمنح لهؤلاء؟ أكيد إحنا عندما نتحدث عن المنظمات تحدثنا عن 6182، هل هي كلها فاعلة؟ لا بالتأكيد مو كلها فاعلة هنالك، لكن نسبة كبيرة من هذه المنظمات هي فاعلة وتعمل وتدعم الجهد الوطني الجهد الحكومي، تقدم المساعدات إلى المواطنين. كثيرة هذه المنظمات قدمت وساندت، أما بقية المنظمات فهي يعني ربما تكون أعمالها يعني مو دائمة ولا مستمرة، لكن أيضا المتابعة مستمرة من قبل الدائرة. هو القصد أكو غايات ربما البعض نعم يلتجئ لهذه الطريقة. حتى موضوع التصوير، هذا موضوع التصوير هو يعني بي يعني يحسب بعض يعني بعض الاستهانة للمواطن، أنه أنت موقفة وما أخذ له صورة دا تنطي ظرف بمبلغ مالي أو دا تنطي سلة غذائية، هو يقول لك أنا هذا للتوثيق الممول يريد من عندي. أوكي أنت صور ولا تنشرها، أو حاول تغطي وجه المواطن حفاظا على كرامته، يعني هذا المواطن هو صاحب كرامة صح هو محتاج، لكن لا يجوز أن يتم تصويره بهذه الطريقة مقابل تسليم ظرف بمبلغ مادي بسيط أو فد علاقة فيها مواد غذائية، هذه كلش مو حلوة. صور ووثق وأرسلها للممول لكن لا تنشرها. وأيضا موضوع الامتيازات لو تريد نعوف على صفحة، لا امتيازات احنا يعني بالنسبة للامتيازات بالتأكيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة المنظمات غير الحكومية والحكومة العراقية تقدر وتثمن عاليا دور هذه المنظمات، ويقدم إليهم شكر وتقدير سواء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو من الحكومة العراقية، وهذا ما حصل في موضوع المنظمات التي أسهمت في دعم المواطنين والمؤسسات الصحية في الحملة الوطنية الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا. صدر كتاب شكر وتقدير من الحكومة إلى أكثر من 2,000 إلى 3,000 منظمة التي أسهمت في هذه الحملة الوطنية الكبيرة. أيضا لا زالت حملة الحملة التي دعت إليها دائرة منظمات غير الحكومية للمنظمات بزراعة 1,000,000 شجرة وشتلة في عموم العراق في مؤسسات الدولة وفي الأحياء والمساكن، هذه الحملة مستمرة أيضا بشراكة مع عدد من المنظمات غير الحكومية المعتمدة. أيضا هنالك منظمات تقدم استشارات في التغيرات المناخية، لا سيما أن العراق هو واحد من 4 أو 5 دول الأشد تعرضا للتغيرات المناخية في العالم، كان هنالك ورش عمل ودورات تدريبية. أيضا هذه المنظمات أسهمت في تطوير مهارات الموظفين موظفي الدولة عبر إقامة الورش التدريبية والدورات ورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج العراق، كل هذا هو يدخل ضمن النظام الخاص بعمل المنظمات غير الحكومية في العراق. جيد أستاذ حيدر، من المسؤول عن متابعة هذه المنظمات؟ ونعرف إحنا أنه ربما كثير من المنظمات تعمل على استغفال واستغلال المواطن.
المواطن اولا واخيرا هو من يتابع، هو على اعتباره انه على تواصل مباشر مع هذه المنظمات، لكن كجهه رسميه هي دائره المنظمات غير الحكوميه في الامانه العامه لمجلس الوزراء. هذه الدائره بها كم كبير من الموظفين المتخصصين، بها القسم القانوني، بها القسم المالي، بها القسم الفني، بها الاقسام الخاصه بهذه المنظمات تديرها. على طول هي متواصله مع المنظمات، متابعة حركتها، حتى حركة المنظمات في عملية تقديم المعونة والمشاركة في الحملات هي يجب أن تكون عبر الدائرة، لأن هي اللي تمنحها عملية التخويل بالتجول. تعرف حضرتك عندما تتجول مجموعة من الشاحنات تحمل مواد غذائية أو مواد طبية، هذه تحتاج إلى موافقات. دائرة منظمات غير حكومية تسهل عملية تنقل هذه بأرقام العجلات، بأسماء السواق، طبعا حتى أسماء السيارات، أسماء عفوا السواق والعجلات تخضع إلى التدقيق الأمني قبل أن تمنح عملية تسهيل الأمور. كل هذا يتم بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني وقيادة العمليات المشتركة حتى لا يكون هنالك خرق، والسيطرة على عملية وصول هذه المواد من وإلى، وكذلك متابعة كل التفاصيل المالية الخاصة. يعني حتى بعض المنظمات الأجنبية كانت تتذمر من هذه الإجراءات، لكن بعد أن عرفت شنو هذه، طبعا اللي كانت هي وليدة جديدة حديثة العمل بالعراق، لكن بعد أن اطلعت على القانون وعرفت أنه هذا هو يصب في مصلحتها أبدت تعاون كبير، وهي اللي كانت تبادر بتقديم كل هذه التقارير أول بأول دون تأخير. جيد، خلينا نروح للنقابات شوية بالوقت المتبقي، خلينا نفصلها. شنو الغايه او الفائده من انشاء نقابه بالاول حتى بالتالي ننتقل للامور الاخرى؟ النقابات بالتاكيد هي مسؤوله، كل نقابه مسؤوله عن الفئه التي تمثلها، وهذه النقابات تخضع الى قوانين، مثل ما تحدث عن نقابه الصحفيين، تحدث عن نقابه المعلمين، نقابه المحامين، المهندسين وكذا. كل نقابه هي تمثل شريحة الموظفين أو غير الموظفين الذين ينتمون إليها عبر اشتراكات سنوية وهويات تصدر لهم وتابعتهم، وهذه النقابة تخضع إلى قانون. بالتأكيد هذا القانون هو ضمن قوانين الدولة العراقية، يتابع أعمالهم، يدافع عنهم، عن امتيازاتهم بطرق حضارية. ذكرت بالتقرير أن هنالك بعض التدخلات السياسية. بحقيقة إحنا في إدارة منظمات غير حكومية لم نشهد أي تدخل سياسي في عمل المنظمات، التسجيل يكون إلكتروني بدون أي تدخل خارجي، لغاية أن يصل تسجيل المنظمة ومنحها الشهادة. يعني الخطوات الأخيرة هي تكون بمراجعة كلها إلكترونية وتخضع إلى القوانين وغير قابلة للواسطات والتدخلات سواء كانت سياسية حتى موضوع اختيار النقيب نفسه سياسية. طبعا هذه هي انتخابات يخضع لها النقابة، تخضع لها انتخابات سنوية، كل نقابة لها قانونها. هذه النقابة مثلا الدورية 4 سنين أو 4 سنوات أو سنتين، وتكون على شكل انتخابات، وأيضا يكون هنالك مجلس القضاء الأعلى ممثلا بهذه الانتخابات، وتكون نزيهة وشفافة. هسا أما عن موضوع التدخلات السياسية، على اعتبار أنه النقابات هي غير تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وما عندنا تماس مباشر، يعني لا أؤكد أو أنفي أن هنالك أكو تدخلات سياسية. جيد. لكن في عمل منظمات غير حكومية هذا غير وارد. جيد. شلون تشوف اليوم دور وفاعلية هذه النقابات، وتعرف النقابة هي ربما المسؤولة غير المباشرة لكن المدافعة عن حقوق الموظفين أو المنتمين لهذه الجهة، شلون تشوف دورها وفاعليتها في أخذ حقوقهم؟ يعني هو احنا الدور نتابعه من عبر يعني وسائل الإعلام، أنه نلاحظ في كل فترة من الفترات تخرج واحدة من النقابات لتدافع عن يعني خلينا نسميها رعاياها. يعني عندما نتحدث، عندما يتعرض أحد الزملاء الصحفيين إلى اعتداء أو إلى أي حالة سلبية، راح نشوف نقابة الصحفيين تصدر بيان وتخرج على وسائل الإعلام يعني تسجب وتستنكر وتطالب الحكومة بالدفاع عن حقوق الصحفيين، عن حقوق هذا الصحفي. وكذلك في نقابة المعلمين، يعني لاحظنا مثلا هنالك حدث اعتداء على بعض المدراء المدارس أو المعلمين، فكان لنقابة المعلمين دور كبير في الدفاع عن هؤلاء، أوصلوا أصواتهم للرأي العام، أوصلوا أصواتهم للحكومة العراقية. الحكومة العراقية تلقت هذا. بالتأكيد احنا كدولة وكحكومة نستنكر كل
هذه التصرفات غير المسؤولة بحق أي موظف أو غير موظف في الدولة العراقية. هذا الاستنكار جانب، لكن هناك من يسأل ما هو دور الحكومة في تنظيم وضمان استقلالية النقابات وإيصال أو إعطاء الحقوق إلى مستحقها. هذا اللي تحدثنا به، أنه لاحقا قبل فترة قليلة تم تشكيل مجلس خاص للنقابات برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، طبعا بإشراف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. الاجتماعات تكون دورية كل 3 أشهر أو 4 أشهر بحسب الحاجة، يحضر كل رؤساء النقابات، تقدم ورقة عمل قبل الاجتماع لمناقشة واقع حال كل نقابة، ما هي السلبيات ما هي الإيجابيات، شنو صار عمل بالمرحلة السابقة، شنو المطلوب بالمرحلة المقبلة. بالتأكيد الحكومة راح تكون هنالك قرارات يتم المصادقة عليها وتصدر ببيان رسمي ويعلن وينشر في وسائل الإعلام. وذكرت حضرتك قبل قليل أنه المطالبات التي جاءت بها نقابة المحامين لاستحصال بعض التعديلات وبعض التسهيلات الخاصة لزيارة المحامين إلى مؤسسات الدولة، كانت يعني هنالك بعض المشاكل بحسب ما قدمت نقابة المحامين، لكن الحكومة أصدرت توجيهاتها إلى مؤسسات الدولة بتسهيلها على عدة نقاط، يمكن 10 إلى 12 نقطة. بالتأكيد هذه القرارات هي واجبة وملزمة التنفيذ من قبل المؤسسات، وبالتالي هذا ينعكس على بقية النقابات. الحكومة داعمة لعمل النقابات، لعمل المنظمات. اليوم كان هنالك لقاء للسيد رئيس مجلس الوزراء مع الفرق التطوعية في مؤسسات الدولة وأشاد بعملهم، وبالتأكيد كل هذا يندرج ضمن خطة البرنامج الحكومي للحكومة. بعض المراقبين يرون بأن هناك نقابات ضعيفة، برأيك كمتابع اليوم وين نشوف الخلل، في النقابة نفسها أم في القوانين والتشريعات أم في دعم الحكومة لهذه النقابات حتى تأخذ دورها بشكل حقيقي داخل؟ الدعم الحكومي واضح ومستمر موجود، لا تراجع فيه فيما يخص الضعف إذا كان بالقانون. بالتأكيد يتم تقديم مقترح لتعديل هذا القانون وتقويته، وإذا كانت هي النقابة ضعيفة بالتأكيد هي تحتاج إلى تقوية، فالجانب الحكومي هو داعم وساند. جيد، نرجع لموضوع المنظمات غير الحكومية. نشهد الساحة العراقية يحتاج لها الكثير، خاصة بعد بعض المحافظات خرجت من حرب مع تنظيمات داعش الإرهابية الأخيرة. شنو اليوم اللي نحتاجه حتى يتناسب مع المعطيات الموجودة على الشارع العراقي، يتناسب مع الوضع؟ أنا ذكرت الحكومة داعمة لعمل المنظمات، وبوجود أكثر من 6000 منظمة هذا الكم الكبير، وبالتأكيد كل منظمة هي لديها عدد من الموظفين العاملين فيها. أنا أشوف هذه المنظمات هي كافية وبحاجة إلى استحداث منظمات أخرى بالتزامن مع التغييرات التي تطرأ في الدولة العراقية. نعم. المنظمات قدمت وساندت وساعدت الدولة العراقية بكثير من الملفات، سواء كانت حملات وطنية أو أزمات وكوارث طبيعية. هذا بالتأكيد نتحدث عن الجانب الحكومي، هو داعم ويعول على عمل هذه المنظمات وداعم وساند إلها. كل الإجراءات اللي كانت سابقا قد تكون فيها تعقيدات، الآن هنالك تبسيط الإجراءات في تسهيل حركة المنظمات، في منح سمات الدخول للمنظمات الأجنبية إلى داخل العراق، حركتها في بغداد والمحافظات، مد يد المساعدة، تقديم الامتيازات. بالتأكيد كل هذا موجود، والمنظمة اللي تعمل بالتأكيد هي تكون محط اهتمام واعتزاز من قبل سواء كانت دائرة منظمات غير حكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الحكومة العراقية. نعم. المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي الأستاذ حيدر مجيد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن التقلبات الاقتصادية وتفاوت أسعار الصرف اللي أدى إلى استفادة بعض رجال الأعمال والتجار وأصحاب المطاعم من خلال تشغيل أموالهم بهذه التجارة عبر سحب الدولار من البنك المركزي وبيعه في السوق السوداء، الأمر الذي حقق أرباح فاحشة وسريعة. غير أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي تسببت بمشاكل بين هؤلاء الشركاء بفعل الخسائر. تقرير الزميل شيبان سامي.
رجال أعمال وأصحاب مطاعم يستخدمون أموالهم بالتجارة على طريقتهم الخاصة من خلال سحب الدولار وبيعه في السوق السوداء، الأمر الذي ساعدهم في تحقيق أرباحا طائلة بطريقة غير قانونية، إلا أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة تسببت لهم خسائر مالية كبيرة. اليوم ما يلمس المواطن العراقي وما يشاهده المواطن العراقي، اليوم كثير من رؤوس الأموال، كثير من المستثمرين، كثير من التجار أصحاب جشع حقيقة استغلوا هذه الفرصة وغض النظر من المسؤولين القائمين على شان متابعة هؤلاء الذين حقيقة يرمون الأذى للمواطن العراقي من خلال فتح المطاعم وغلاء الأسعار وارتفاع الدولار وغسل العملة العراقية. إجراءات جديدة وضعها البنك المركزي من خلال الإصلاحات الأخيرة التي أسهمت بوقف سيل المتلاعبين بالدولار، حيث أقدم بعض التجار بتزوير الفواتير في المنافذ الحدودية والتلاعب بأسعار البضائع من خلال وضع أسعار مبالغ فيها لتعويض خسارتهم التي تقدر بنصف مليار. البنك المركزي وضع آليات ووضع قوانين، وضع قوانين صارمة، أول منعته بعدم التعامل بالعملة الصعبة، ثاني عدم تهريب الدولار إلى خارج العراق، لكن التجار لعبوا لعبة ثانية للأسف الشديد. هسه مو الكلهم، البعض منعتهم، وحتى احنا منعتهم شخص محدد أو جهة محددة، قاموا يزورون بالفواتير، يدخلون بالمنافذ الحدودية يزورون بالفواتير. ما زلنا بحاجة إلى قوانين صارمة ورادعة حتى يكون يعني يتعظ التجار بأن هناك قانون، بالتالي حتى هذا القانون ينصر الفقير، يعني يرفع من معنويات الفقير، حتى الفقير ما يكون لعبة بيد التجار. بكل برود يقولها، من يخسر نصف ماله ليس خاسرا، هذا ما قاله صاحب سلسلة مطاعم شهيرة في بغداد إلى أحد الصحف، مبينا إن الخيار مواجهة الخسائر عدم الاهتمام. من بغداد شبان سامي، الأيام الفضائية. إذن نفتتح الملف الثاني مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد السعدي. أستاذ رشيد، مرحبا بجناب. مرحبا، كل عام وأنت بخير. كل عام تبخير والجمهور مشاهدين كريم، أهلا بحضرتك. بداية، الحكومة حاولت أنه السيطرة على سعر الصرف، اتخذت خطوات لتقليل السعر نزلتها، بالتالي اليوم بالسوق السوداء السعر باقي واصل 46-47. بنفس الوقت أكو من يستفيد باليوم الواحد مئات أو آلاف الدولارات من هذه التجارة، أنه يسحب السعر الرسمي ويجي يبيع بالسوق السوداء. من المستفيد؟ من الفئات اللي تقدر تعمل بهذه الطريقة وبالتالي تجني الأرباح الكبيرة جدا خلال ساعات قليلة؟ شكرا أستاذ محمد على المقدمة، وتحياتي الجنابة كل الجمهور الكريم. إحنا ما حنقول من المستفيد، نقول شنو هدف الدولة من طرح الدولار بالسعر الرسمي. لا ليش نقدر نقول اي الفئات تقدر تستفيد؟ المواطن الفقير ما يقدر. هو اساس الطرح مالت الدوله لفائده المواطن، والمواطن ما يستفيد منه. حنيجي شلون انه يستفيد المواطن او لا يستفيد وكيف. الدوله من تطرح هذا الدولار بالسعر الرسمي تطرح الى قطاعات معينه وشرائح معينه. زين. الى شرائح التجار، شرائح المستوردين، شرائح الصناعيين، زين، المكاتب العلميه، كل من يستورد، ومؤخرا يعني من خلال تي بي اي ايضا السنه الماضيه تم اشراك صغار التجار ايضا 100,000 دولار شهريا يعطوه للاستيراد. هذا لما يستورد بدولار بسعر رسمي سيكون مستفيد، الكلفه تكون اقل عليه، ويجب عليه حينما يستورد بسعر خل اقول مدعوم او سعر رسمي من الدولار ان يسعر بضاعته على هذا الاساس. ليش ما تفرض عليه انت بتستورد بهذا السعر، خلي ارباحك معقوله بالسعر اللي يناسب اللي صرفت لك اياه الدوله، ليش تيجي تبيع حالك حال ابو ال 147 ابو السوق السوداء؟ احسن، هنا تصير عندنا بعض الاحيان الاخوان لما يستورد على اساس الدولار 1320 يسعر بضاعته بسعر اعلى قد يكون مقارب الى سعر الدولار الموازي، على اساس أن هنالك مصاريف معينة تفرض عليه من قبل بعض المصارف، لا أقول كلها ولكن بعض منها. نعم. تصرف يعني رسوم، تفرض عليه مصاريف معينة رسمية وغير رسمية،
وقد يكون هنالك فساد، فبالتالي يرتفع عند سعر الدولار اللي داخله 320 الى 1360 1370 ونحن على خلال 50 مال شنو؟ ها بعض الاحيان المصارف تهرب عليه رسوم معينه، مصارف معينه اهليه تفرض عليه رسوم معينه حقيقه غير مقرره بالتعليمات اللي ينزلها البنك يعني المركزي، يعني من باب الرشوه والفساد، فساد ورشوه واستغلال. زين بعض المصارف الاهليه خاصه يعني هذا موجود مشخص، فهاي هنا تصير المشكله. يستلم 1320 تضاف عليه مصاريف بحدود 1000 يعني 360 370 يوصل عليه، ولذلك يضطر يقول لك انا حتى اطلع هذه المصاريف افرض سعر اعلى. بعض الاحيان هاي بالتاكيد مو كل المصارف، لا طبعا مو كل المصارف، يعني شنو اللي يجبرني اليوم اتعامل مع هذا المصرف اللي يوصل هال 1370؟ تعال اكو مصارف اخرى اروح اتعامل معها. بعض الاحيان قد يكون احنا اتصلنا يعني وعاني على اتصال بكثير من رجال الاعمال في هذا الموضوع، هو ده يتعامل مع هذا المصرف ما يقدر يوميا يروح الى مصرف اخر، ومن حين يروح الى مصرف اخر استاذ محمد هم نفس الحاله، فيضطر وواجهت عدد كبير من رجال الاعمال مشاكل كثيره في هذا الجانب، تسويف ومماطله وتاخير في عمليه التحويلات ومنح الدولار. نعم. فيضطر بعض الاحيان ايضا حتى هذا التاجر ان يستورد بالسوق الموازي وما يتعرض الى هالابتزاز والتاخير والمحاولات اللي تصير عليه من الرشاوي. اذا هذه المستفاد، اذا المستفاد مو تاجر طلع، المستفاد صاحب المصرف. طبعا مصارف مستفيده، استفاده كلش كبيره، ولذلك يعني هذه حقيقه هي تحت انظار البنك المركزي، كل المصارف والمكاتب تحت الشركات تحت انظار البنك المركزي. ايش تقدر يوميا الاستفاده حسب خبرتك ولو مثلا كمعدل او تقييم باليوم الواحد؟ تقول لي تصنيف الشركات، اكو شركات كبيره تستورد عندها مثل ما نقول استيرادات فتح اعتمادات كبيره جدا، يعني اكو مثل شركات 20 و30 مليون دولار يستورد، شركات معروفه الشركات الغذائيه يستورد مثل باخره رز باخره سكر نعم. زيوت وهكذا، هذا حقيقه تلقى اكثر التزام من بقيه المستوردين اللي هم اقل مبالغ حوالات. المشكله اللي واجهها البنك المركزي وحقيقه وصدر بها عقوبه ل 197 شركه ومصرف هي وجود بعض القوائم الوهميه. نعم. يعني هذا شوي بعيد عن موضوعنا. لا 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 من ضمن موضوعنا. ف 197 شركه تعرضت الى عقوبات من البنك المركزي. نعم. لوجود قوائم وهميه او مبالغه في الفواتير في القوائم. والبنك المركزي حقيقه مؤسسه مسيطره على السياسه النقديه، هي مسؤوله السياسه النقديه. نعم. فهيكليتها التدقيق والفحص والتمحيص على كل القوائم والفواتير ومقارنتها. اكو اقسام خاصه لتقييم الاسعار، يعني انت اليوم لما تجيب مثلا خل اقول اجهزه تلفزيون، انت ما ممكن نقول تلفزيون ب $1000. نعم. سعر التلفزيون وضمن مواصفات معينه، اجهزه كمبيوتر تلفزيون او اجهزه تكييف او حتى السيارات، كل بضاعه اكو لها سقف معين من الاسعار واكو مقايسه للاسعار وتاكد. فظهرت خلال الفحص والتمحيص انه اكو 197 شركه تنطبق عليها هذه المخالفات، ولذلك تعرضت الى عقوبات. وهذه الشركات حقيقه يعني خلي يسمعون انه بامكانهم ان يعيدون يعني وجهه نظري. نعم. هيكليتهم والتزامهم بالقانون. حتى البنك المركزي ايضا بالتاكيد يعني اتوقع انه البنك المركزي سوف لا يالو جهدا في اعاده تكييفهم ووضعهم اذا ما التزموا بالقوانين، لانه البنك المركزي ايضا عنده ارتباط بالبنك الفيدرالي. زين. واكو رقابه عليه كبيره. استاذ رشيد يعني اليوم هي الحكومه، خطوه الحكومه انه يكون سعر الصرف الرسمي ب 132 يعطوه للتجار، بالتالي اكيد هناك غايه لدى الحكومه حتى الاسعار تناسب المواطن بالسوق. يعني هو استاذ محمد مو بس للتجار، حتى المواطن العادي لما يسافر الله شافي مرضانا المريض لما يريد يطبب بالخارج ايضا يقدم فواتيره، وممكن ان يحصل، هذه نقطه مهمه حتى اللي ما يعرفها، اي مريض ممكن ان يجيب الفواتير مال المستشفى وان يقدمها
ويحصل على الدولار ب 1320. هاي حتى بعد سفره؟ لا قبل سفره. والمسافر ايضا الان مسموح له 3000 دولار. الطلاب المبتعثين الى الخارج ايضا مشمولين بالدولار. كل ذهبي يعني. هو اذا حضرتك تقول التاجر يحسبوا له على 1370 حتى المواطن. لا اذا تسمح لي. لا لا اذا تسمح لي. التاجر ده ياخذ حوالات واعتمادات من البنك. زين. وضع التجاري. بس المواطن بالمصرف لما يروح عنده هو مثل تطبب في مستشفى معين بالخارج يصرفوا له على 1320 بنوك. ما عنده شيء. المسافر ايضا على 1320 ماكو زياده. هذا يحصل عليها بسهوله لو ايضا روتين وانتظار. انا الاحظهم يعني متابع لهذا الموضوع بسهوله جدا حقيقه. يعني شفته. وحتى الحجاج ايضا كان اكو عليهم زخم كبير جدا، لكنه مصرف رابديه مصرف رشيد صدروا تعليمات ودوام ليل ونهار صار، وحتى العطل داوموا في سبيل نعم. ان يفسحون المجال للحاجه ان يحصل على 3000 دولار نعم. فعلا يعني اكو تسهيلات شوي بهذا الموضوع. لكن نحكي على المشاكل، اذا نحكي اليوم على هذه الامتيازات اللي منحت للتجار، بالتالي حتى البضاعه تناسب المواطن نعم. العراقي نعم. ذكرت كبريات الشركات الموجوده اللي تستورد مليارات نعم. الدولارات نعم. زين هذه الشركات ملايين معروفه دولارات. ملايين الدولارات نعم. شركات معروفه مقراتها موجوده نعم. وبضاعتها ايضا معروفه نعم. لما الدولة أنا أجي أقدم لك هذه الخدمة، بالتالي أيضا أريد من عندك سعرك يكون مناسب للشارع. ليش ما أجي أحدد أو أفرض الأسعار اللي يبيع بها؟ أنا أعرف أنت بيش مشتري والقوائم موجودة عندي، بالتالي أعرف بيش تبيع أو أفرض عليك بيش تبيع. يعني أنت حتعيدنا إلى زمن قديم، النظام الاشتراكي. سابقا الدولة كانت تجهز المواطن، خلي أقول صاحب معمل شربت أو كيك أو ألمنيوم أو أثاث، الدولة تجهزه بكل ما يحتاجه زي. مثل معمل حلويات تجهزه بالسكر والطحين والمطيبات، وتجهزه حتى بالكارتو حتى ما يحتاج كله، وهي كلها بأسعار معينة. فلما تعطي الانبوت على المدخلات تنطيها بسعر معين، حتفرض عليه هامش، تنطي هامش ربح مقبول مع احتساب الضرائب واحتساب العمالة واحتساب الفواقد اللي يصير، ثم تخرج بسعر أعلى للتسعيرة، فيكون هنالك تسعيرة مسيطر عليها، وكان هذا متبع عندنا بالعراق. التنمية الصناعية كانت والتسويق الزراعي كان موجود، المؤسسة العامة الأسماك موجودة، المؤسسة العامة الدواجن. سابقا كانت الدواجن، يعني أنا أتذكر الدجاج الحي وسعر، لأنه الدولة تنطي أعلاف وتنطي لقاحات وتنطي أفراخ، وأبو المفخذ تنطي بيض، وكل هذا محدد سعره. فمن ينجهز الحقل يعني الدجاج بالحقل اكو سعر اعلى مثلا للبيع، ثم المجزور ايضا سعر اعلى للبيع يعني نعم. يكون فالدوله مسيطره. الان كل هذه المدخلات الدوله ما سيطره عليه، مدى تجهز مثل المواطن بما يحتاجه، مثل ابو معمل الشربت مدى تعطي منكهات والوان ومطيبات وسكر وكذا وطحين وشغلات اللي يحتاجها وبسعر رسمي. تقول له روح اشتري من السوق، انا اعطيك دولار روح اشتري من السوق. هذا دي يتعرض الى ضريبه، الى جمرك، الى رسوم، الى مصاريف اخرى. فما تقدر الدوله ان تتدخل وتقول له سعر بهالقد. زين انا بالتالي اليوم منطيك، بس الدوله طبعا تتابع وتراقب الاسعار. منطيك دولار وفرق 15000 دينار عن الشارع العراقي سواد عيونك، لو بالتالي اريد يكون فرق واضح ينعكس على المواطن. نعم انت منطي الدولار بهذا السعر استاذ محمد، بس انت قل لي العماله ايش قد تاخذ من الضريبه، الجمرك، اكو مصاريف غير منظوره تروح عليه. زين هذه كلها غير محسوبه والدوله ما مدخله بيها. الدوله تفرض عليه رسم جمركي، ثم تفرض عليه ضريبه، العماله ايضا اكو عندها ضمان اجتماعي، ثم الاجور النقل والشحن، وكل هذه عوامل هي تساهم في ارتفاع اسعار المواد. زين يساوى بالسعر اللي يبيع به اللي نعم. ياخذ الدولار من الدوله واللي يشتريها من السوق السوداء، بالتالي اثنيناتهم بالسوق واثنيناتهم يبيعون بنفس السعر. هو هذا خلل. لما شخص ياخذ دولار مدعوم من الدوله ب 1320 ايه؟ هذا ترى عليه رقابه، والاجهزه اجهزه الدوله دا تراقب، واحنا دا نشترك في اجتماعات كثيره مع اجهزه الدوله المختلفه زين. لهذا الموضوع، انه مراقبه السوق، توفير السلع للمستهلك بابسط صوره وارخص سعر يعني. والدوله دا تبحث شنو المشاكل اللي دا تسبب بعض الاحيان ارتفاع الاسعار، او السوق الموازي ليش اسعار السوق الموازي للان مثلا ما قاربت يعني بون بسيط يكون بينها وبين السعر الرسمي. اكو اسباب كثيره حقيقه، يعني ان يبقى السوق الموازي اعلى من السوق الرسمي. نعم عوامل كثيره
زين، فالدولة يعني تعطي مجال وتراقب أنه الأسعار يجب أن تنخفض، لكنه للأسف مثل ما تفضل بعض الأحيان لاحظ أنه أسعار مدة تنخفض. أجيب لك مثال، أفران الصمون والخبز وصل سعر الطحين كيس الطحين إلى 50,000 وأكثر، والعمالة والأمور والدولار كان بسعر أعلى، الآن الدولار يعني أقل سعر، وكيس الطحين وصل إلى 25,000 دينار، لكنه تلقى المنتج النهائي الخبز 5,000، المفروض أن يصل في 7 إلى 8. وثم أكو نقطة مهمة أيضا هي مسألة الوزن، يعني الشنقة المفروض تكون 120-130 غرام تيجي بعض الأحيان تلقاها 200 غرام. هذه أنا أوجه كلام يعني داعي للدولة أن تراقب هذا موضوع الأفران والمخابز. كثير ما تردنا الشكاوي ونسمع من المواطنين أنه أسعار الخبز لا زالت والصمون مرتفعة رغم انخفاض سعر الطحين هي المادة الأساسية مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة كما كان سابقا. فإذا انخفض سعر الطحين يجب أن يكون السعر المنتج النهائي اللي هو الخبز أو الصمون، مو بس الخبز والطحين اليوم كمثال. يعني اليوم والله أنا اليوم كنت أتحدث في هذا الموضوع أنه اليوم كيلو السمك 10,000 دينار، نعم، بغداد يمكن حتى بالمحافظات، نعم، كيلو نعم. اللحم 24,000 أو 25,000، يعني 20-22، لا والله 24 يعني يجوز مكان عن مكان يختلف يعني. زين، بالتالي هذا الفقير يقدر بس يباوع، يقدر يشتري صعبة مثلا صعبة. إذن مسألة السمك أستاذ محمد أكو به موضوع آخر، أنه إحنا نمر بأزمة مياه فالموارد المائية، وزارة المائية هدمت حدود 3,000 وأتوقع 5,000 حوض أسماك، نعم، غير مجاز، تم ردمها. فهاي من تتهدم وتردم هذه الأحواض وكانت منتجة كيلو سمك وصل 3,000 و3,500، صح، نعم. الآن مثل ما الآن يعني أدري بي 7-7.5 يعني. لا والله اليوم كان ب10 اليوم الصبح أعياد وما أعياد قيزين وحتى اللحوم حتى أيضا نزيد حتى قبل العيد حتى اللحوم هم أيضا نزيد. أكو نقطة مهمة، نعم، بالنسبة للحوم أستاذ محمد، أولا إحنا أعياد، واثنين موسم حصاد، الحصاد يخلف جل عشب يابس يعني، نعم، جل يابس. فالفلاح او المزارع او المربي لما يكون عنده اعلاف متوفره لرعي ما يبيع الحلال ماله، صح، هذا يرادنا يرادنا ملف كامل ويقل العرض. جاوزنا على الوقت استاذ رشيد، نعم، خبير الاقتصادي استاذ رشيد السعد، اشكرك جزيل الشكر. اهلا وسهلا، مرحبا استاذ، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني يهنئ هيئة الحج بفوزها بالمركز الأول للسنة الثانية على التوالي، ويؤكد أنها عكست صورة ناصعة عن المؤسسات العراقية. رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يهنئ هيئة الحج ويؤكد أن البرلمان سيعمل على دعمها لاستكمال أدوارها المشرفة. الخطوط الجوية العراقية تعلن بدء التفويج العكسي للحجاج من يوم الجمعة المقبل. عمليات بغداد تلقي القبض على 10 متهمين وتضبط عددا من الأسلحة والمواد المخدرة في العاصمة. بغداد وتسع محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم الخميس، والأنواء الجوية تعلن أن العراق سيتعرض لأكبر كمية من أشعة الشمس على مدار هذا العام. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.